فهو محل تيك اوي، وحتى لقيت الدكتور البلتاجي قاعد برضه مستني خطاب على نفس المقهى يعني. فسمعنا الخطاب، يعني كان رد فعل الناس في الميدان اختلف عن رد فعل اللي سمعناه عن الجماهير برضه. يعني اثناء الخطاب ما سمعناش غير حاجتين، كلمتين، التكبير والسبك مع بعض. ما هو الاخوان قاعدين يتفرجوا. اسمع ايه يعني؟ بيت البلتاجي واكيد اللي مع البلتاجي الميدان، كان الميدان موجود، فكان تكبير يعني تكبير عليه على الظالم انهم لن يهدأوا، وكان في سب وفي رفع فعلا الاحذيه، وبدا الناس يتحركوا من هذا المقهى نحو الميدان في مسيرات لم تهدأ حتى الفجر. هذه تتوعد حسني مبارك انهم رفضوا هذا الخطاب تماما. فالمعنى من هم خارج الميدان كان رد فعلهم عكسي يعني. لا بس برضه هنا في ناس كتير خرجت من الميدان، في ناس بشكل عاطفي خرجوا من الميدان وتأثروا. ما لا ما رأيته، دي قلة يعني من الميدان. الميدان الثائر لم يعرف في هذا يعني. يا دكتور أسامة، أنا كنت هذا اليوم في الميدان وبقيت لربما لوقت الخطاب، وناس كتير من اللي سألتهم واللي خدت شهادتهم بعد ما أنا مشيت قالوا لي فعلا إن الميدان، وكانت هذه أقل ليلة ينام فيها الناس في الميدان من جايز ربما يوم السبت. انا ما رايته انه في كتير من الصغار زادهم هذا حماسه واصرار على موقفه، اصرار صور وطافوا الإخوان. وطافوا الميدان الاخوان برضو. الاخوان حاجه، لان الاخوان جاي بالامر وقاعد بالامر وعنده كمان مبدا وعقيده وبتاع، لكن الناس العاطفيين العاديين اللي ابوه بيتصل عليه وامه كفايه يا ابني والراجل خلاص وعايز يموت في البلد، فناس كتير مشي. وعزيز اكرم وعزيز قوم ذل، وكان الراجل قد ذل من تقاء نفسه، مش القوة الوطنيه والشعب هو اللي ارغمه على ما هو فيه ماشي. او على ما قدمه يعني. احنا سمعنا الخطاب وبدا، اما بعد ما سمعنا الخطاب بدا البلطجيه يظهر في الافق في الميدان مساء الثلاثاء. مساء الثلاثاء يعني بعد نهايه الخطاب احنا رجعنا على الميدان تاني، لقينا ان في طلعت حرب في بلطجيه، بدا البلطجيه موجودين وبقوه وبيقولوا اذا كان هتاف الثوار مش هنمشي هو يمشي، كان هتاف لا انتوا هتمشي هو هيقعد يعني. فبدا هنا يعني بدا يظهر البلطجيه. ايه الارهاصات اللي اعطاها لكم الخطاب؟ هل شعرتم ان يوم الاربعاء يمكن ان يكون يوما داميا كما حدث بالفعل؟ هو اعطانا يعني احنا بعد ما خلص الخطاب، ويعني فاحنا قاعدين في الميدان كده بندردش بعدين، فيعني كان لسان الحال هذا الرجل كي يخلع يستحق ان تسيل فيه دماء. يعني هذا الرجل بهذا الجبروت، بهذا الاصرار على البقاء في السلطه رغم هذا الاعتراض، بهذا التاريخ، بالشكل اللي هو وصل مصر اليه، فاذا اريقت من اجله دماء حتى يزول هذا الرجل يبقى ده اقل شيء له. انا هترك الناس العاديين وهاجل الاخوان كتنظيم. انتوا جلستم وتدرستم كقيادات اخوانيه، وانت كمنسق ميداني للاخوان جلستم وتدرستم بعد الخطاب ما هي الخطوه التاليه؟ نعم كما نحن. كما انتم ازاي؟ في الميدان ده انه غادر الميدان. طب افرض ما فضلش الا انتوا؟ ما كانش واضح انه القضيه، ما كانتش مسلم بيها ان هو دغدغ مشاعر كل الجماهير، لم تكن واضحه يعني بهذا الشكل يعني. يعني انا اقول رواياتي ما رايته وانا قاعد مع الناس اللي بيسيبوا دول مش اخواني. طب هل هذا اعطاكم وضع انكم ستعيدوا ترتيب الميدان بشكل اخر من النواحي الامنيه، من نواحي من اوضاع معينه؟ لا لا لا، كنا على ما نحن عليه. الميدان مصرين على التواجد فيه، مصرين على حماية الميدان وتواجد دعوة الآخرين للتواجد في الميدان على ما نحن عليه. طب أنتوا الآن قسمتوا الميدان 9 مداخل، وزعت محافظات على المداخل ولا الإخوان وزعتهم؟ لا، وبيتم توزيع أن كل قطاع إخواني أو كل محافظة إخوانية بشرط ده بشكل ثابت يعني بيتبدل. يعني لو شمال القاهرة اللي هي شبرا خدت يوم قصر النيل، بكرة وسط القاهرة خدت مثلا عمر كانوا بكرم، بيبدلوا يعني. بيبدلوا يعني بيبدلوا. مش ثابتين يعني. لا ما فيش ثبات دائم يعني. لكن كان في شبه ثبات. بعد كده بعد تطور امر شبه ثبات حتى في الفعاليات بعد كده بقى عشان لسهولة المسألة بقى اللي بياخد منفذ مثلا لو الشرقية بتاخد منفذ معين يبقى هي بتاخده بشكل دائم، لو القليوبية بتاخد اللي هو طلعت حرب يبقى بتاخده القليوبية عادة، الدقهلية بتاخد عبد المنعم رياض مثلا مع بعض شباب الجامعات في جامعه الازهر، فبقى في شبه مع الوقت بقى في الاخر شبه ثبات لتوزيع الناس على الميدان. قل لي الوقت عشان احنا لسه هندخل على موقعة الجمل، وزعتوا الاخوان ازاي على عشان بس مثلا اخوان الدهليه يقول لك احنا كذا، اخوان الصعايده برضو كانوا واقفين ابطال في بعض الاماكن. نعم قل لي لما الامور ثبتت يعني. لا الشكل النهائي مش يعني مش متذكره الان الشكل الثابت، لان احنا يعني مش ثابت يعني في مرونه يعني.
يعني بتعرض ده ياخد ده حاجه. لو احنا بننسق حاجه وحد عنده فعاليه في بلده هيعمل مظاهره او حاجه عنده في ميدان عام, فالمنفذ بتاعه اصبح كبير عليه, تبدا تتبدل تخش محافظه اخرى مكان. يوم الاربعاء 2 فبراير من الصباح وحتى الساعه 2 ظهرا او 2 ونص لما بدات موقعه الجمل, كان وضع الميدان شكله ايه؟ كان هادئا, ميدان كان هادئا, ولكن كان هناك قلاقل في الميدان. إيه؟ في قلاقل اشاعات. هو حضرتك كان في كل حاجه بيعملوها بيبعتوا الاول, الميدان كان دايما مخترق, يعني دايما مخترق بقوه متعدده, يعني كل عيون الدنيا كانت في الميدان, كل اجهزه استخبارات الدنيا كانت في الميدان, الحزب الوطني كان في الميدان, امن الدوله كان في الميدان. فحضرتك بتحس بتجد في الميدان. اديني ايه احاسيسك الان انت كواحد مسؤول عن امن الميدان في الاخوان على الاقل, عن التنظيم, عن التنسيق مع القوى السياسيه المختلفه, على الترتيبات على الساحه, ازاي كنتوا بتحسوا ان في ناس تبع الامريكان في الميدان وتبع الاسرائيليين في الميدان وتبع الحزب الوطني في الميدان وامن الدوله في الميدان؟ الناس دول كانوا بيعملوا ايه عشان يحسسوكم ان في ايدي استخباراتيه سواء داخليه او خارجيه في الميدان؟ زي ما قلت حضرتك اللي هو الاربع ساعات التفاعليه في الميدان تكشف لك ما يدور في الميدان. ممكن تجد فجاه, ممكن اخ يكتشف فجاه ان في ناس دخلوا مثلا لابسين شال فلسطيني منتشرين في الميدان, شال فلسطيني عارفين بعضهم وبيقولوا رساله تخزيليه, انه زي الرساله بتاعت الخطاب بتاعه, كفايه خليه يموت على ارضه, تاريخه العسكري مشرف, الراجل خلاص هيسيب الحكم, الراجل هي متعدلات دستوريه. فتجد في رساله واحده بدات تتكرر في الميدان بشكل معين, ودول كانوا لابسين علامه معينه, علامه معينه مثلا مره كان دول داخلين بشال فلسطيني صغير كده على كوفيه فلسطينيه. عددهم كانت قد ايه تقريبا؟ مئات, يعني مئات, نعم يعني مئات. انت بتتكلم هنا عن جهه منظمه ودقيقه جدا بتاعت الناس, ودول جم من مسبيرو كمان, يعني بداوا من مسبيرو ملتقاهم, وحد شافهم من مسبيرو اخ اسمه محمد عبد الرؤوف من الجيزه, شافهم وتابعهم وهم في دخول الميدان. دول كانوا جاي يوم الثلاث الصبح, يوم الاربع او غير, انا بتكلم عن اختراق بصفه عامه مش عن يعني دي مظاهر الاختراق. بتبدا بتشوف ان في لغه في الميدان, ممكن يوم في الميدان يبدا موجه سلفيه مش سلفيين اصليين, سلفيين يعني عاملين سلفيين امن الدوله طبعا, تبدا تخش يعني يخش على الميدان بعلامات الدروشه وكانه يعني بيسيء للتيار الاسلامي, يعني على يوزع حاجات صوفية أو حاجات فيها دروشة أو يوزع أذكار أو مسابح, تلاقي فجأة كده ويعني دول بيبقوا موجة, يعني بيبقى موجة, يعني أنت موجات بيبقى عارف الموجة إزاي. كان لكم جهاز استخباري للإخوان مشغلينهم كده في وسط الناس؟ كل فرد إخواني مؤسسة في حد ذاته إعلامية, يعني مش محتاج اللفظ استخبارات, يعني أما تنمو معلومة. لا, أصل جمع المعلومات الأمنية عايز تدريب برضو, يعني مثلاً واحد عنده ذكاء امني يجيب لك معلومه امنيه غير واحد بتفرج على الحاجات دي ومش قادر يفهم ان في يعني العقل الجمعي لمجموعه معينه منظمه في الاخر بيجبر اي قصر فردي, اي قصور فردي, يعني في واحد ما عندوش دقه ملاحظه للمعلومه, فمش معقول العقل الجمعي الاخوان ما عندوش هذه القدره, يعني فده هم موجودين في مكان واحد بهذا العدد, ففي الاخر بيكون انت عندك تصور على الاختراق. يعني كان عندكم جمع معلومات؟ يعني معلش اقول لحضرتك, في شخصيه انت تعرفها, انت تعرفها وشفتها, مش هقول اسمها, شخصيه مفروضة على منصه القياده, وانا احساسي الشخصي انه ده مش مظبوط وان هو جهه استخباراتيه ما بعتها, وكان بيعذب البلطجيه اللي في الميدان بشكل عنيف جدا, ما يعملوش غير رجل امني, واظنك شفته مره بيعذب حد في يوم تنحي حسن مبارك, بيعذب بقوه. انا مش شفتوش بيعذب, لا بس هو شفته, سمعت يعني هو بيوزع بساديه, هو قال لي انا جمعت معلومات بس انا مش شفتوش, يعني انا ما اتحملش اشوف حد بيعذب حد. لا سمعت كده, انا زي حضرتك يثير القلاقل دائما, يعني يقول لك في الميدان يجي يروح للدكتور البلتاجي, والدكتور البلتاجي يبعته لي يقول ان في واحده من طنطا اغتصبت في الميدان الان, وفين خلف مسجد عمر مكرم مثلا, فكلام مش منطقي, يعني كلام مش منطقي ان في هذا الميدان بهذا الكم والطهر. يعني انت عايز تاكد هنا برضو ان كان في اختراقات امنيه على مستوى عالي جوه الميدان, على اختراقات داخل منصه القياده وداخل غرفه القياده في اختراقات تنقل. لا ده المنصه الان, ده انا عندي معلومات ان كل ما كان يحدث في غرفه القياده دي متصور صوت وصوره, وفي واحد عايز يبيعه الوقت يعني. لا صحيح, وطالب مبلغ كويس يعني. لا حتى في احنا في امن الدوله, ما احنا ما كان يدور في منصه ما مكتوب في امن الدوله اللحظه الاخيره يعني. لا بس كون ان الناس قاعده
في مكان وتصور صوت وصورة بدون ما تشعر, والآخر واحد الآن معاه الحاجة دي على إنها مادة في المية صحفية عايز يبيعها, دي برضو من الأشياء اللي, وهو على فكرة بيتاجر إنه عايز يفضح الإخوان بيها, والإخوان كانوا معذبوا الناس وبتاع وعمل لكم حاجات. مين يعني من الأمان ده اللي بيعزي ده الرجل؟ أنت عرفت حضرتك قصة اكتشاف أمره هذا الرجل اللي هو شاكين فيه ده, إنه في أول لقاء بعد تنحي مبارك للتشكيلة زي مجلس أمناء الثورة, هذا الرجل راح اللقاء ده, راح يفركش اللقاء ده ويبوظه عشان ما تجتمعش الكلمة. كان في حاجات كتير فركشة. لا واحد عدى شاب من إخوان من شمال شافه بيعذب ناس في المتحف وعذبه في المتحف, فقال له أنت فلان مش أنت اللي عذبتني في المتحف أنكر, فالناس مسكوه وخدوا منه بطاقته ولونوا اسمه اللي أعلنه في الميدان عن منصات اختلف عن اسمه اللي في البطاقة بتاعته.